بخصوص الانتحار، الوضع الحالي في مصر هو وضع غير مستقر ومرتبك مربك، مثير للإرباك للناس، خصوصا الشباب اللي كان عندهم طموح عالي جدا في بلد مستقر وديمقراطي وحر ومتقدم. لحصل انه اللي حصل في الاربع سنين اللي فاتوا خلى ناس كتير محبطة، والجو العام هو جو سوداوي، ده بيخلي الناس اللي هم معرضين للاكتئاب اكتر او المعرضين للاحباط بسهولة بيقعوا في الحتة ديت، في حتة الانتحار. وبالتالي اللي احنا محتاجينه هو ان احنا نحافظ على علاقات جيدة وداعمة. احنا ما زلنا موجودين وما زلنا مستمرين وما زال في دولة متماسكة وما زال في مجتمع وما زال في احلام وما زال في فرص جيدة، فرص اقتصادية الى اخره، وما زال في اعمال. وانه انا لما اشوف حد بيعاني وبيتكلم عن الموت كتير انا ما اخدش الكلام بسهولة، انا محتاج ان انا اتدخل معاه، اقرب منه، اساعده ان هو يروح لدكتور، اساعده ان هو يطلب مساعدة. لو ده يخصني انا شخصيا، لو انا حسيت ان انا تعبان محتاج ما اعرفش عند الكلام ده، محتاج ان انا ادعم الناس واقف جنبهم.